أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من نبض بيروت. اليوم الجمعة 15 أيلول 2023، بصرنا طبعا نستضيف الباحث والكاتب السياسي الدكتور ميخائيل عوض. أهلا وسهلا أهلا فيك بك، دكتور. أهلا بك. بدنا نبدأ مع حضرتك ب يعني عناوين عدة طبعا رح نحكي فيها، أبرزها الملف الرئاسي وجولة لودريون هي حديث الساعة. مثل ما سمعنا بجولاته السابقة كمان كان في تضارب بقراءة الأطراف السياسية لهذه الزيارة. اليوم عم بيصير نفس الشيء، علما أنه الزيارة كأنه اختصرها ب3 أيام، وحتى الجولات اللي قام فيها كانت مختصرة. ريثما يعود عم يحكي أنه بده يرجع بأيلول بعد ما قالوا أنه هذه الجولة الوداعية. كيف قرأت هذه الزيارة الثالثة للمفد الفرنسي بملف الرئاسي؟ يعني مثل ما تفضلت، الكلام بالإعلام كثير متناقض جدا، روايات كل يروي الأمور على هواه وبما يعكس وجهة نظره. واضح أنه في شيء مكتوم يجري بين رئيس المجلس النيابي وبين المبعوث الفرنسي. بالتحليل فينا نكتشفه بأنه قيل أنه لن يعود وأنه ارتبط بوظيفة أخرى وذاهب صحيح، وإلى آخره، وخلصت وسار اجتماع قال الخماسية. لا رجع لكم. فجأة إجاب جولة، هو طلب وجهة نظر الفرقاء والأطراف والرغبة بحوار. كان في ردود متباينة، والجزء الأكبر والأساسي بعت ردود. وصفت هذه الجولة بأنها فاشلة، وهي دلالة على نهاية فرصة وإمكانية أحد المرشحين الأساسيين أزعور وسليمان فرنجي. رجع قال لا راجع وبرجع وبنشوف شو بدنا نساوي وبدنا نرجع، يعني نكون بتقييم. إذا الرواية الإعلامية هي رواية ذاتية، كل طرف يقدمها من وجهة نظره. لا. الفاعلون في الملف بصورة أساسية ما بيعلنوا صراحة لا شو بدهم ولا شو الإجراءات اللي جارية. هلا أنا عندي 3 و4 معطيات ووقائع، خليني أقرأ الأمور خارج دائرة التوتر والإشاعات عظيم. الإعلامية. أولا، عندما رئيس المجلس يتحدث عن أيلول وعن حوار مفتوح لمدة أسبوع ثم جلسة مفتوحة إلى حين إنجاز الانتخابات، لا ينطق عن هواء. هذا الحكي ما بيجي لأنه جاي على باله أو بده استهلاكي، ما هيك يعني تجربتنا معه. قراءة شو المواقف الإقليمية، خلينا نقول التنسيق مع مثلا فرنسا؟ في ما بقول هذه ما يعني نقطة أو هذا حدث، خلينا ناخده بعين الاعتبار. لودريان راح وإجا وإجا وبده يرجع. إذا لو أن مهمته انتهت ولو أن اللقاء الخماسي، أنا المهمة مانوش مضطر يجي ومش عم يجي يتسلى، وقبل ما يتسلم مهمته. السفير السعودي يجمع عدد كبير من النواب السنة. نعم. هون في تحول وحدث مهم ومهم جدا في المعادلة يعني والتوازن. دخول سعودية السعودية عفوا إلى الخط بشكل مباشر اليوم، لدينا مشكلة بشكل واضح. نعم، أن بعد أقصاء الحريرية وإنهاء الحريرية السياسية في لبنان انتهت السنية السياسية، لأن لبنان راكب على سيبة من 3: المارونية المسيحية السياسية، انتهت لكل الأسباب، وزن النوعي ووزن الكمي وخلافات زعاماتها، وجعلتها قوة ليست ذات فعالية وهي تخسر يوميا على كل المستويات فيها. عندنا الثنائي الشيعي، السيب الشيعي هي القوة الوحيدة المتماسكة الثابتة المتفقة، مالكة للسلاح وللمبادرة السياسية وحاكمة في لبنان للنظام. عندنا السنية السياسية التي كان يجب أن تكون الطرفا الثالثا. نعم. أنهاها الأمير محمد بن سلمان لأسباب سعودية وعلاقة السعودية في لبنان. اليوم وقت اللي بنقول السفير السعودي بشخصه وبدون ما عرفت كيف تفويض أو تكليف أحدا في سنة لبنان، يعني ما عاد وثقي من أي من الزعامات، مش مشروع بهذه الزعامات، بيجمع النواب السنة. يعني إذا هذا الجمع وبهذا الظرف بوجود لودريان، بظل كلام الأستاذ نبيه عن أنه أيلول بدنا نعقد 7 أيام ثم نفتح جلسة، ومبارح قال أنه ما حدا يعند علينا وما حدا يقاتل
الكثيرة أن لدينا كل الوسائل، وأنه آخر النهار بنعملها على طريقة انتخاب البابا، بنجيب البرلمانية بنحطهم بنسكر عليهم الباب، وهذا نص دستوري بالعشرة أيام الأخيرة. النص الدستوري بيقول يجتمع النواب بدون تحديد نصاب عادي وتقليدي، ويستمر اجتماعهم حتى انتخاب رئيس. بس هذا كمان هذا اللي بده اياه الطرف الثاني، هذا اللي بده. ممتاز، اذا في فتوى بس ما بدهم الحوار قبل، فليكن. بس عم بحكي عن المؤشرات، ليش نحن رايحين بهذا. طبعا في مؤشر هام جدا هو اللي بيفسر لنا كلام الاستاذ نبيه، اللي بيفسر لنا الدور السعودي النشط بإعادة تشكيل او قيادة السنية السياسية في التوازنات السيبي الثلاثية، اللي هو المستوى المتقدم والجاد والاتجاهات الايجابية، بل الايجابية جدا للعلاقات السعودية الايرانية. على عكس اللي انحكى بالاعلام قبل اسبوعين انه بطلوا واختلف فما عاد في سفارة سعودية بسوريا وما بعرف شو أنذره، وأنه العلاقات الإيرانية السعودية تعطلت. شفنا زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية، لقاءه مع محمد بن سلمان، مجيئه إلى لبنان وسوريا لتبليغ رسالة وتأكيد بأن هذه العلاقات انقلبت رأسا على عقب وهي في سياقها الصحيح. منشوف اليوم الحوثيين بالسعودية، وواحدة من يعني أخطر ملفان وأكثر ملفان اشتباكان اليمني واللبناني. بهذا السياق أنا أميل إلى القول بأنه نحن ما زلنا وما زال لدينا فرصة لإجراء الانتخابات الرئاسية. طب بس الأجواء اللي انبثقت عن هذا الاجتماع للنواب السنة بدعوة من السفير السعودي، ما كانت عم يعني توحي بهذه الأجواء اللي عم تتفضل فيها؟ بالعكس قالوا أنه كأنه الأجواء كانت أنه مبادرة فرنجية انتهت، وأيضا التقاطع على أزعوره. خلينا نروح للخيار الثالث، هذا الأجواء الإعلام، لأنه عم تقول أنه تقارب سعودي إيراني يعني قد تذهب بمرونة أكثر السعودية اليوم باتجاه فرنجية. سيدتي هذه أجواء الإعلام مرة ثانية، الإعلام يتعامل مع هذه الوقائع والأحداث كل على هواه نظره يعني. وعلى هواه وجزء من حملته الإعلامية بوسائل التواصل والافتراضية وإلى آخره. السؤال، ما المطلوب من هذا الاجتماع؟ مش مطلوب التبليغ، مش مطلوب التبليغ، مطلوب استعراض عضلات السعودية بوزنها في البرلمان اللبناني، وهذا تحقق. مجرد جمع هذا العدد من النواب، إذا قال هذه الكتلة النيابية السنية في البرلمان لم تعد غير ذات فعالية، مشردمة مثل قبل، ما عادت غداها، هذه أصبحت فعالة. طب شو بلغهم؟ في معطيات ولا فقط يعني من باب التحليل؟ أنا برأيي الهدف كان الرئيسي ورسالة بتقول نحن في السعودية عندما ينضج القرار قادرون على تجميع الكتلة الأساسية السنية وأخذها حيث نريد. إذا هو أول شغلة تحققت فيها بحضور لودريان وبسياق الحديث عن حضور لودريان. شو هي الدلالة أنه اليوم في تناسق وتناغم بين الموقف السعودي والفرنسي؟ إيراني سعودي فرنسي، هناك اتفاق فعلي. الإخراج وآلياته تراعى في معطيات معطى اللبناني، هناك رغبة بألا يعني يكون شعورا عند فريق وخاصة فريق مسيحي وفريق واسع بأنه خرج من هذه الجولة مهزوما، خصوصا أنه كمان كان حتى لودريان حسب الزيارة اللي عم بيقوم فيها أو الضيف اللي عم يستقبله كان عم بيكون خطابه، يعني لما التقى رئيس تيار المردة فرنجية مرشح الثنائي كان عم ما قال له أنت ما بقى يعني حظوظك غير متوافرة، وأنه وجهة نظري لما كان عم يلتقي مع الأطراف الثانية يعني حتى هو صار على الطريقة اللبنانية. أحسنت. وعم وجهة نظري بتمنى ما حدا يزعل، لأنه إحنا عم نحكي تحليل ما عم نحكي ترشيح يعني. مش حتى الآن، حتى الآن كل المعطيات، وما هو جار وما هو جار بقلنا إذا جرت الانتخابات، وأنا بعطي نسبة 53%، تبقى 53 مش 50 ومش 60%، انه تصير الانتخابات من هون قبل اخر السنه. واذا جرت الانتخابات فبنسبه 70% سليمان فرنجيه. هذا بقول مش خياري، هذا بالمعطى والتحليل. قولي لي لا، لانه امبارح الثنائي حزب الله ذهب الى الوزير سليمان فرنجيه
وأبلغه وأصدر هذا البلاغ علنا أنك مرشحنا وليس لدينا أي مرشح آخر. بس أنه التمسك بالفرنجية كل يوم عم نسمعه 100 مرة من الثنائي يحتاج إلى زيارة خصوصي لبنشع ليطمنه يقول له بعد. خليني أقول لك يمكن أبي منسوب بطبيعة العلاقات اللي فيها، لأنه جرى اللقاء مع قائد الجيش، وبالمناسبة كان لقاء اجتماعي عند دادا يعني بعيادة دادا سهر أندري رحال. نعم. وهو يعني شخصية محترمة ولا طبيعة الحال متمنى له الشفاء العاجل. نعم. كان عامل عملية نعم أي اجتماعية ألا طبعا الاجتماعي تلبى السياسي، وبالاجتماعي معلومات اللي انحكى شغلتان لا ثالثة لهم، المخيمات والنزوح السوري الذي بات يشكل هذا يعني يشكل خطرا وجوديا. برات ما صار اي كلام، لكن الاعلام مثل ما تفضلت تحمل. بس هيك هيدي الملفات كمان ما بدها زياره سريه، ورجعت بين انه كانت يعني متفق عليها ومحضره، انه ليه ما كانت بالبلياردو مثلا. لا لك سالم، لا لك سالم، مشان نحن نطلع من الاعلام ودرجه ما بنسميه التضليل، الارباك اللي عم يخلقه للناس وللمتابعين. كشف عن ان هناك لقاء دوريا كل يوم اربعاء بين صفا وبين قائد الجيش وباليرزي وبيتغدوا الشباب. فانه الذي سيحمل رسائل لقائد الجيش مش رئيس الكتله النيابيه، هو المنسق منسق الارتباط واللي هو علاقته بالدولة والأجهزة والأغطب. إذا الشباب كل يوم أربعة بيجوا بيقعدوا من 12 لساعة أربعة. الحجوة في صفا هو يعني ينسق إذا بدك مع قائد الجيش الأمور الأمنية، بس لما يكون الحاج محمد رعد. هلأ نحن مبنى كمان بالغ بالتفسير، الأيام القليلة بتكشف. بس كمان يعني مثل ما عم تتفضل تقول أنه الإعلام عم بيقوم بدور تضليلي كمان وحملة لدعم مرشح معين، كمان عم بيكون في حملة مواجهة لرفع معنويات كمان يعني نحن مش من حازين لأي من التضليلين، يعني كمان فينا ناخد كلامك على هذا. لا أنا شخصيا أنا وياك نحن مع الواقعية بالتعاطي مع الأمور وقولها كما يجب، وهذه وظيفة الإعلام. فأنا شخصيا لست من حاز لهذه الامور كما هي، لا لهذه الجهه ولا لتلك الجهه، يعني ما انحزت. انا عم بقول انه اللقاء كان له صفه اجتماعيه، كان في موضوعين نوقشا او طرحا على هامشها. العلاقه بين الجيش والمقاومه، بين قائد الجيش والمقاومه، هي علاقه ثابته دائمه عمرها 30 سنه او 40 سنه على الاقل. نعم. وانكشف لنا بانه في لقاء دوري واسبوعي انكشف، يعني صار موجود بالاعلام. ايه انا اول مره بعرف انه صفا يعني يزور قائد الجيش في مكتبه ويتداولان ويتغدان معا بصورة دورية كل يوم أربعاء. أنا شخصيا أول مرة أكيد يعني التنسيق اللي بيقولوا دائما على تنسيق يعني يحتاج إلى اجتماعات وين ما كانت تكون. ولذلك كل الكلام الإعلامي اللي سبق بأن للحزب وللمقاومة موقفة من قائد الجيش ومتهم بأنه أمريكي وما بعرف شو، حطينا على إشارة استفهام. وكل الكلام الذي أعقب بأن اللقاء هو رسالة للوزير جبران باسيل وهو يعني تفكير بترشيحي بديل لانه كمخرج، وحط لنا على جنب هاي الامور. او ضغط، ربما ضغط كان اللي عم ينحكى انه على رئيس التيار من باب الضغط. جرت يعني تفسيرات اعلاميه، بس بحقيقه المعطيات هذا اللي قلت لك اللي بيعرفه انه ما يخص العلاقات بما فيها موضوع الانتخابات والمساله الامنيه وسلاح وحركه سلاح المقاومه والتنسيق في اليه واطار ثابت ودائم وله زمن طويل. بوقت يعني حضرتك عم تقول انه او عم تخفف من وهج ما قيل عن ارتفاع حظوظ قائد الجيش، فينا نقول كمان بالخماسية في اكثر من 3 دول هي ترشح قائد الجيش. من هي؟ منا سر يعني ما بيلحق يفل وفد موفد الا بقولوا جاي الموفد القطري اللي عم بيروج. ساعة بيحكوا انه هو فقط امني، ساعة بيقولوا لا انه هو يتطرق الى الملف الرئاسي بموضوع قائد الجيش. قاعدة التحليل الواقعية والمادية التي يجب ان نستند اليها لفرض الغث من السمين
بموضوع الإعلام وتجيير الأحداث وتفسيرها وتكييفها كما يرغب هو التحليل العلمي والمنهجي والواقعي على أرض الواقع. صحيح. اليوم بتقولي لي قطر مع قائد الجيش، بقول لك شو وزن قطر في لبنان إذا ما وضعت عندها بالميزان مع فرنسا السعودية وإيران، شو وزنها؟ صفر، هامشي، ما لها اي شيء. اوكي بحبوها اذا دفعت لكن هي بس مصاري. عم تجرب تاخذ الدور اللي اخذته لا بوقت لا لا، اتفاق هي لها الدوحة. وجهة نظر اخر، ما نحن بظل حتى بعد المصالحة السعودية القطرية ظل لكل جهة تحالفاتها وعلاقاتها ورغبتها، وكلاهما يرغبان بان يعني يكون قطر لبنان ساحة نفوذ في شيء نحن بدنا نعرفه. للاسف نحن اللبنانيين نعم في هذا الزمن والزمن العصيب والنوعي والخطير والغليان واللي بده، ما قدرنا ما هي أهمية لبناننا وما أهميتنا كلبنانيين في هذه الظروف. لو الزعامات والقيادات قدرت كان كل مساراتنا ما بمحلتين. نحن اليوم واحدة من أهم بقاع الكرة الأرضية، وأكثر من أي مرة بتاريخ لبنان موقع جيوبوليتيكي حاكم بتقرير تحولات ليس في لبنان، في الإقليم وعلى المستوى العالمي. من هيك هذا استثني خارج لبنان عن من إرادتنا. الممر الاقتصادي هذا شيء تاني، الممر بس الاقتصادي الهندي هذا مثل اللواتي اللي طلعوا لنا بصفقة العصر إذا من يعني هذا القرن. حبر على ورق. لا هو كلام بالهواء يعني، حتى نفس ما الشيء. بيشتهى الحبر. هم اجتمعوا الأمريكي مأزوم في مواجهة الروسي والصيني، الصيني صار له 15 سنة عم يشتغل على مشروعه الحزام والطريق، ده دافع له شي تريليون دولار، ركب شبكة صلات وعلاقات مع إيران مع العراق مع باكستان مع كذا، مع هون اللي عم تحكي بهذا الأمور جارية كلها في هذا السياق. قام طلع على بيل بايدن ليعمل شكله بين الهند وبين الصين، لازم يطرح منظور يعني فكره انه يكون في طريق هندي. لا الهنود بدهم طريق، ولا على بالهم، ولا الامريكان فيهم يمولوا، ولا الهندي شو جاهز هدفه يمولوا. يعني هو بس ل انا برايي مع الامريكي بدنا نبلش ناخذ الامريكي انه دخل زمن الانتخابات الرئاسيه من 1/1 ل 2024، بصير بطه عرجاء ما بعود يطلع منه شيء، ولا طبعا راح الجمهوري لحتى يكيل له اكثر ويبدا بالحمله الانتخابيه. طرح موضوع عزله للاسباب الوارده اعلاه يعني بمنطقه والى اخره، هو بده يشغل الاعلام ويطلق سلسله مبادرات علها ان تشغل الاعلام عن ان يهاجمه وان تكشف مثالب امريكا وسياساتها والمازق التي غدت في وصعود اوراسيا وما يتحقق باوكرانيا والى اخره. وفي يعني في كثير ناس قاعدين على الواتساب بدهم يتسلوا بالليل وبالنهار، ما عاد عندهم تسليه، لا بيعملوا لنا تنظيرات مثل يوم التنظيرات بان هناك ديلا بين اسرائيل والامارات تفتح يعني هذا قناه ما له اي اساس وستفتح من قناه. تذكرتي عم بقول لك صفقه القرن، متذكرينها؟ طب قديش اشتغلتوا فيها واشتغلنا فيها ونعل قلبنا وناقشنا والى صحيح. اخره. في عم طلعت كذاتها يعني، طلعت بس انه هاي فكره طلعت من سهره لبوش، سهره لبوقف، سهره لترامب. سهره لترامب عمره 22 سنه غر بالسياسه، بده يكون الى دور، وقامت الناس اشتغلت فيها. وانا ونجح ليش ما في صفقه؟ بالاشغال الناس بهذه لا ليش؟ لانه الناس فاضيه البال بدها تشتغل باي شيء، مش لانه ناجحه يعني. انا مثلا من اول كتبت مقال انه هيدي لا صفقة ولا من يصفقون، ما إلى أساس المادي أصلا، ما لدي يعني عناصر القراءة القوة. الواقعية فأنت خدي للتطورات لا الدولية والإقليمية ما مثلا خدي لي قصة هذا شو اسمه الطريق الهندي وإلى آخره. هو أولا ما في طريق حرير على الهند تاريخيا، الطريق اسمه طريق الحرير إلى الصين، طبعا الهند لأنه كانت جزء من هذه صحيح. المنطقة وناس بفكروها دولة وحدة أيام زمان. واتنام ل 2004 2012 2014 نضجت الخطة الصينية بعد أن نجحت الصين باختراق افريقيا وتامين شبكه هائله من العلاقات، وبدا الشرق الاوسط لانه هي قلب العالم. واجا الرئيس الصيني وعمل زيارات وصار في تحول بالخليج، والسعوديه اخذت مسافه طبعا نقول فكت عن الامريكان ووقعت عقود بمليارات بمئات مليارات الدولارات مع روسيا ومع الصين. ايران وقعت 400 مليار عقد خلال مليار دولار خلال 25 سنه. امريكا كانت في افغانستان
أفغانستان وتحتل وسط آسيا لتعطيل النهوض الصيني والروسي خرجت مهزومة وذليلة وإلى آخره. طب أنه بهذا المعطى شو يعني يطلع بايدن يقول بأن أعمل خط حرير للهند؟ طب قل لي شو عناصرك، شو ادواتك، وين قوتك، وين مصرياتك اللي فيك تدفعهم، غير قابل للترجمة عمليا. بس انه ايه في ناس فضيل اشغال بدهم ينضروا ويتسلوا ويشتموا على بعض. هلا من الهند من الهند للبنان بنرجع، بس بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا. نكمل معكم مشاهدينا بنبض بيروت مع الدكتور مخيل عوض الكاتب والباحث السياسي. اهلا وسهلا فيك مره جديده. خلينا هيك شوي نحط خارطه اذا بدك للمشهد اللي نحن اليوم عم نعيشه، بظل مثل ما بلشنا الحلقه انه في ضياع وارتباك بالمواقف، لانه كل حدا عم بفسر على طريقته على هو شو بيتمنى. اليوم انتهت زياره لودريان، كان قبل ما يبدا هيدي الزياره كان عم بيقول انه في انه ممكن تكون هيدي الجوله على التنسيق او تكمل مبادره الحوار للرئيس بري. اليوم عم بيصوروا الامور بعض الاطراف انه لا مش هيك، اجى نعى المعادله اذا بدك اللي كانت قائمه بين مرشحين وذاهبين للخيار الثالث. يعني بظل الكلام اللي خليني اقول لك تحليليا مرتين، ما بفوت بالتسريبات لانه ما حدا عم يسرب تسريبه تسريبه صحيحه، عرفت؟ كل واحد كمان عم يعطي معلومات اللي بده اياه. المجلس النيابي توازناته بما يخص الاستحقاق الانتخابي وصل الى ما يسمى درجه الاستعصاء. نعم. لانه اذا تمسك الثنائي الشيعي وحلفائه بفرنجيه يستحيل تامين نصاب. وإذا تمسك الفرقاء الآخرون برفض سليمان فرنجية ولم يعني يتحقق لهم إمكانية إسقاطه كمان بيقدروا يسقطوا النصاب. نعم. هذا اسمه استعصاء، وأعلنوا هيدي المواقف الطرفين استعصاء. لذلك صار لنا سنة وكم يوم بلا انتخابات. نعم. برغم انه البلد تحتاج الى انتخابات والدستور بيأمن الاليات، واكثر مره بالتاريخ نحن بحاجه الى اداره للازمه في ظل ازمتنا وما بلغته والتحولات الجاريه، ومره اخرى اللي مش منتبه اللي عم بيعطل، وهون عم بحكي على الفريقين، اللي مش منتبه لما هو جار، الزمن لا ينتظر احدا والاستحقاقات لا تنتظر احدا، والاقليم في حقبه اعاده هيكله العرب والإقليم، وحقا هناك خطر ليس على اللبنانيين وليس على المسيحيين في لبنان فحسب، وليس على النظام الذي لم يعد له قابلية الاستمرار، إنما على مستقبل الكيان. وهذا كلام قاله الرئيس الفرنسي إذا متذكر بزيارته مرتين ثلاثة. للأطراف مش واعيين لهذا الخطر، أنا برأيي ما واعيين أولا، واثنان دائما الإمبراطوريات الكبرى إذا دققت كيف تسقط، مع أنه في كتير كانوا داخلها بحذرهم من أنها ذاهبة إلى السقوط وآليات أو كذا، أصحاب الحل والربط سكرانين بحالهم، ما شايفين لا المعطيات الواقعية ومجرياتها، لا التحولات على مستوى الإقليم وتداعياتها، لا التحولات العالمية الكبرى والتي تنذر بأن العالم في مرحلة مخاض لولادة عالم جديد، والعالم الجديد كل مش تنفيذا لأجندات مثل ما عم يحكوا. أنا رأيي تعبيرا عن مصالح، لا أنه في كتير من القوى ما بقدر اتهمها بغض النظر الآخرين بيتهموها، بس نعم. إن أنا إذا أخذت سير القوات اللبنانية اللي هي أكثر جهة يمكن متهمة وإلى آخره، بعتبر من الثمانينات كان عندها خياراتها هي التي تراها وتقاتل ولا توافق لا الإسرائيلي ولا الأمريكي على خياره. ومنتذكر وقت اللي قيل مخايل الظاهر أو الفوضى، قبلوا تروح على الفوضى وأسقطوا مشروع مخايل الظاهر، لكن ترتبت الأمور وجاءت في غير صالحه مش تاني. ما عم ناقش انه صح ولا غلط، عم بقول هاي جهه مثلا مش من اليسير ان تقبل مشروع أن يفرض عليها من اي من الجهات وعندها تجربه فيها، وهم رافضين كمان، بيقولوا لك نحن مش مضطرين نقبل هلا لا بحدا توافقي ولا بحدا قريب من الثنائي، لانه مش مستعدين ست سنين. التيار الوطني الحر تاريخه تاريخ معانده ومقاومه ورفض للقرارات وللديل، يعني من خرج الجنرال عون من القصر الجمهوري
سوري، كان هو نعم رافض لديل أمريكي سوري، وبالتالي أنه يصل إلى وسعودي يصل منطقه وتربيته إذا بدك بنيته إلى درجة أنه هو عنده وجهة نظره مرة تانية، ما بقول صح ولا غلط، ما بعمل أحكام أخلاقية، أنا عم بعطي مقارنة واقعية. نعم فليش مش مدركين هذه القيادات لحجم المخاطر التي يواجهها لبنان، والتي قد تطيح ليس فقط بالوجود المسيحي في لبنان، إنما بالكيان الذي صمم للمسيحيين وأعطي هذا الشأن وإلى آخره، لأنه يمكن مش عارفينها، يمكن لا عندهم مصالحهم حاكمة، أو هم بس بتصيب المنفى. المسيحيين يعني لا لا، قلت ولا أنا الكيان، قلت أنا ليس فقط خطر على الوجود المسيحي بل على الكيان. قلت لي منين جاي المخاطر؟ يا ست امبارح طلع قائد الجيش وبمجلس الوزراء وبالاجتماع قالوا النزوح السوري خطر وجودي. نعم. إذا النزوع خطر يعني وجودي، هذا ناقوس الخطر الذي دق يعني من قبل قيادة الجيش خطر وجودي. وهناك طب إجماع احتمالات على هذا. الحرب الإقليمية خطر وجودي، طب احتمالات الحرب مع إسرائيل خطر وجودي، طب الانهيار الاقتصادي الذي بلغناه خطر وجودي، أي ترك البلاد بحالة الفراغ حتى نفاذ صلاحية أو مدة المجلس النيابي مش خطر وجودي، بصير خطر وجودي ونص. في ظل كل هيدي الأزمات يعني معقول بس مش مدركين للخطر بس هيدا السبب؟ أنا ولا رأيي في كأنه في شيء عم لا يتحضر؟ لا، خليني أقول لك ليش مش مدركين لهذا الخطر. وللأسف الشديد اللي مدرك لهذا الخطر يبحث عن نقاط التقاطع ولا يبحث عن نقاط التفارق والاشتباك. بس تدرك هذا الخطر بصير بدك تدفع الضرر الأدنى بالضرر الأعلى. أنه إحنا في خطر على النظام، في خطر على الوجود المسيحي، في خطر على الكيان. شوفي على المخاطر قداش إزاءهم، قداش الخطر علينا إذا عملنا انتخابات، فعلنا الدستور، يجي أي واحد بفارق واحد صوت. ما عندنا تجربة السبعين فيها ماك. إذا بتروحوا اللي بيشعروا بالمخاطر بيروحوا عندهم تكتلاتهم وعدتهم ومرشحهم، بيفتحوا الجلسة بيعملوها على جولتين أو ثلاث جولات، واللي بيطلع بيطلع. لكن من شو خايفين؟ إنه أي رئيس ممكن يستلم حيكون ضد مصالحهم يعني ولا كيف؟ هلا على شو خايفين؟ خايفين على مصلحتهم وخايفين على حصتهم بالنفط والغاز، هي المشكلة الحقيقية. إلا مركزية المالية مشان شو؟ بلد مساحته 10452 كيلومتر بده لها مركزية مالية، بده لها مركزية إدارية منصوص عنها باتفاق الطائف. الآن أنا برأيي أصلا لو في إرادة لإخراج البلد من أزمتها، طيب أنت ما بدك مجلس نيابي يشرع لأنه ما في رئيس، وما بدك حكومة تمارس صلاحياتها لأنه ما في رئيس، وفي عندك استعصاء، روح اكسر الاستعصاء، مش كلكم مع الطائف؟ مش كله بيقول مع الطائف؟ هي كيف بده يكسر الاستعصاء؟ ينتخب رئيس غير مقتنعين فيه وبصفاته وبخلفيته السياسية. رحت من الرئيس. انا عم بقول نحن مش بحالة استعصاء بدنا نخرج منها. نعم. مش كله عم بيقول المخرج بتطبيق الطائف. الفقرات التي لم تطبق بالطائف معروفة او ليست معروفة. بكل الاحوال ليش ما بيتفقوا على فتح جلسه استثنائيه للبرلمان؟ بنقول عنا استثنائيه لاننا في ظرف استثنائي، لاننا في ازمه في غير فراغ. مسبوقه. نعم. هولي نحن بنقول لبنان في ازمه غير مسبوقه، وبدنا نفكر بحلول تبعا للتجارب المسبوقه. الازمات الغير مسبوقه بدها تفكير من خارج الصندوق. طيب. ولا ما بتوصل لنتائج. اوكي فيها. كرمال شو اقرار؟ نجم نعمل جلسه مفتوحه تحت عنوان قراءه ثانيه للطائف. لاتفاق الطائف واستصدار القوانين، وتالي المراسيم اللازمة لتطبيق ما علق من الطائف. ما بيشبه اللي عم بيصير اليوم لا من لا جلسات لا حوارية ولجان تقنية؟ ما لها علاقة. عم يدرسوا نفس البنود. البرلمان البرلمان سيد نفسه، هو السلطة التشريعية، معك أم السلطات. نعم. البلاد في حالة فراغ بعد أن في مؤسستان مش فارغين، المؤسسة العسكرية والبرلمان. شو عندنا غيره في شغال بالبلد؟ بفشي بالفراغ. هذه المؤسسة وما زالت المؤسسة الثانية قادرة على حماية الاستقرار وقبل ما تروح على الفراغ، لأنه احنا رايحين على فراغ بالمؤسسة العسكرية واحتمال الانهيار. تيجي المؤسسة البرلمان ليه بده يكون في فراغ ما يكون في استلام مثل ما صار بالأمن العام؟ ليش. منروح على أنا دعوتي اللي عم بقول فيها تعكسر الاستعصاء بأقل قدر ممكن من الاشتباك.
بالظروف الاستثنائية وفي معالجة أزمة غير مسبوقة في أم المؤسسات اسمها البرلمان، مع تتفق على جلسة بكاملة النصاب وفتحها على دورتين أو ثلاث دورات لتحقيق الدستور وغاياته بتأمين انتخاب للرئيس من يحصل على الشروط الدستورية بالنزائد واحد. طيب نجي نتفق على أنه خي بلقوا حوار أبدناش واتفاقات أبدناش، طيب مش كلكم بدكم الطائف؟ يجي هالبرلمان يعيد قراءة الطائف، يصدر القوانين الناظمة للقرارات والفقرات التي علقت، يحدد أمدية زمنية للشروع فيها. هذا بتعرف شو يعني؟ هذا يعني تحديث بنية النظام السياسي في لبنان وتوفير اللي شروط كمان عم وإمكانيات تأمين شروط وإمكانية استمراره. بناء على تلك القوانين والقواعد الناظمة يعني لإنفاذ هذه القوانين نجي ندعي عندها لأحد خيارات. عندك كمان دولة المدنية وفي كتير أنا هلا ما بدي أظهر على مشاريعي أنا ورؤيتي أنا أو رؤيتك أنت أو شو، أنا عم بقول نحن في حالة استعصاء مطلوب أن تكسر. يا بتكسر حالة الاستعصاء باضطرابات أمنية أو بنتيجة انهيار المؤسسة الأمنية والعسكرية أو بحوار مرفوض أو تفعيل أم المؤسسات. بعدين أنا بالدستور أقول جيبوا أم المؤسسات. وارد هذا السيناريو أنه اليوم يجتمعوا تحت قبة البرلمان؟ بدهم الأطراف يعني أنا اليوم عبطرح هذه الفكرة من هذا المنبر الكريم اللي اعتاد التيار الوطني الحر على هذا المنبر أن يملك جرأة التقدم بمواقف من خارج السياق والنص، نعم، خارج الصندوق. اليوم نحن مجمعين على توصيف الأزمة أنها غير مسبوقة. نعم. الخبراء الاقتصاديين في العالم، خبراء صندوق النقد والبنك الدولي أطلقوا توصيف أنها أزمة غير مسبوقة. متذكر هذا الكلام؟ صحيح. كل من يتعاطى مع الأزمة في لبنان يعتبرها أزمة غير مسبوقة. الأزمات غير المسبوقة لا تحل بأفكار تقليدية ولا بإجراءات تقليدية. كي لا نذهب إلى الفوضى والتوحش بما أنه ما رح نروح على حرب أهلية، لأن عادة الحروب الأهلية بتولد النظم الجديدة، ما في حرب أهلية وما رح نروح لها، بس بنروح على الفوضى والتوحش. أنا بقول تعالوا نفكر بعقلانية في أفكار من خارج الصندوق وبعدها على تماس مع الصندوق ما خرجت. يعني ما قلنا انتخابات نيابية مبكرة، ما قلنا انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، ما قلنا كل هولي عناصر يمكن أن تحل الأزمة دون الاشتباك ودون الفوضى. عم نقول كلكم متفقين على أن المخرج الوحيد هو اتفاق الطائف. روحوا على تفعيل البرلمان بقراءة اتفاق الطائف، قراءة ثانية لاتفاق الطائف وصياغة القوانين الناظمة ووضع الفقرات في الدستور أو في الوثيقة الوطنية التي لم تطبق موضع التطبيق. نطلع منها نأخذ المركزية الإدارية الموسعة، نأخذ المجلس النيابي المحرر من القيد الطائفي، نأخذ المجلسين مجلس الشيوخ الذي ينتخب على الدائرة الفردية والطائفية والتمثيل الطائفي، ونحط بإيده ما يسمى بمقدمة الدستور وتنفيذها والعيش المشترك وكل هذه الأمور، منوفر الشروط والبيئة لإمكانية إقلاع البلاد لتعود فتتماسك فنحل مشكلتنا. الكلام جميل وجميل جدا، الكلام كتير حلو، بس مين بده يروح اليوم؟ البرلمان، حتى اللي القيم على هذا البرلمان، اللي أنا حتى الرئيس بري اللي بيطالب بمجلس الشيوخ وبتنفيذ الطائف اليوم. أنا في جدية لدينا أزمة، لدينا أزمة هي على درجة من البنيوية والعمق وفي السياق تحولات إقليمية جارية تطيح بنظم وتطيح بكيانات وفي سياق أزمة واضح. عالمية، وعندنا بعد وحده من المؤسسات شغاله ودستوريه بدنا نقلها لهي قبل التطبيق اليوم. في حدا ضد هذا الكلام برايك؟ رح اللي ما بد اللي بدنا ياخذوا لبنان على الفوضى والا يعملوا لنا حل. مين اليوم بتحس من خلال ادائه اللي عم بيصير هو تعطيل عم بيصير مثل كل ولذلك اثنين الكل، ولذلك انا مع كلهم، يعني كلهم ما بدي استثني حدا فيهم. ليش؟ انا عرفت كيف في ثوره كرامه وحقوق انسان ب 17 تشرين نهضت واللبنانيه من اقصى لاقصى، ما حدا يقول لي الشيعه كانوا براتها او المسيحيه كانوا براتها. بتتذكر الخمسه ايام الاولى اللي جاع نزل على 17 تشرين؟ اجت هيدي وصارحت حالها وهزت المنظومه وكشفتها على اعطابها وقالوا
قالت لهم انتم سارقين المصريات وما عاد فيكم تديروا الدوله بس والبلد. ما لقيت ثوره يعني هي المشكله هلا هون صار جدل ثاني. استمرار صار شيء ثاني. قلت هذه الابي وهذه الفوضى اجت وكشفت اللثام عن ازمتنا واضح من يوم لليوم وان احنا فيها. طيب لبوا إرادة هذه الجموع الشعبية من كل لبنان التي اتحدت على العلم اللبناني لأول مرة، ما هيك؟ ما ظلت مفككة، انرفع بدايتها إلى العلم اللبناني ولا مطالب داخلية لبنانية. اذهبوا إلى عقلانية وصياغة حلول للأزمة الاستثنائية وغير المسبوقة بإجراءات تلامس الدستور. تقولي لي مش دستور اجتماعي مجلس النواب وكذا والى اخره. هون بقلك انا طيب اذا طب التعطيل الدستوري هون الاشكاليه اليوم مين بده يذهب الى هذه الحلول وهو يعني بهذه المنظومه اللي هو كان اساس هذه المسؤوليه الأزمة. مسؤوليه المجلس النيابي وهيئه مكتبه مكتب رئاسته يتفضل يتقدم بمشروع. قال له تعالوا لنتحاور قالوا له لا. قال له تعالوا لنتوافق قالوا له لا. قال له تعالوا لنعمل جلسة مفتوحة كل واحد يعني يعمل مبادرة من نوع آخر. ايه كل جلسة إذا 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 لا ما بيجوا يعملوا جلسة بنصاب وجلسة مع جلسة مفتوحة على دورتين أو ثلاث دورات لأنه كل واحد بيحسب شو عنده أصواته لمرشحه واللي بيلاقي ما في جيب مرشحه عم يعطل النصاب صح؟ إذا كلهم هول معطلين. طب خلي تطلع مبادرة من كتلة نيابية من رئاسة المجلس النيابي من عشر كتل عرفتي كيف من نخيه. طب وبعدين تعالوا نروح نحن لنعالج في أصل المشكلة وسببها. في أصل المشكلة وسببه كلكم متفقين أنه النظام أفلس وأن قواعد الارتكاز لهذا النظام بقواعده الثلاثة بعد في قاعدة وحدة عمود واحد حامل اسمه الثنائي الشيعي وتبنى النظام والمنظومة والبلد وهي بحالة انهيار يعني ما رح يطلع مثل ما بيقولوا الدان عشويربو بالضياع لا هو رح يعني؟ يأكل الضرب لأنه بهذا الجانب. طب إذا بدنا ليه مخرج وحل يلامس الدستورية عرفتي ونطلع من فكرة التعطيل. طب جلسة أو يعني دورة خليني أسميها ممكن تكون على أكثر من جلسة مفتوحة لنقاش في البرلمان وهنا أقول قراءة ثانية للطائفي للطائف شو بتزعج حدا يعني بتلاقي مخرج وحل تكون بديلة عن مبادرات الحوار اللي عم تنطرح هذه كخطوة تأسيسية تصلح ذات النظام يعني هي بتعدل النظام بتطور النظام من الدستور نفسه. برأيك مش ممكن القوى الرافضة اليوم للحوار التقليدي انه ممكن تذهب هذا مش حوار وهذا مش بحث بصفات رئيس الجمهورية وهي مش انه حزب الله والثنائي هاي بجيب تسبق يعني انتخاب الرئيس طبعا إذا ما في أفق للانتخابات نحن نطلق إذا ما في أفق للانتخابات لازم المؤسسة أما المؤسسات والمؤسسة التشريعية الوحيدة التي لم تضرب بالفراغ حتى الآن ولا كل مؤسساتنا بالفراغ تجي تقول خيه نحن معنيين هذا الطائف لم يطبق في بالنص بنلاقي ألف نص دستوري يبرر لذلك يدعو يتم الدعوة تفتح جلسة استثنائية بظروف استثنائية وبمبررات استثنائية مشان ما نروح على له حق البرلمان يعقد جلسة ولا وإلى آخره اللي هو في صلب الدستور وقراءة يعني عم تحكي كأنه النقل ما يحصل اليوم من حوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله على نقاط من ضمن هذا الطائف لا مش انا ما بنقول يعني عم بقول انه عم ننقل من حوار ثنائي الى انا صراحه افتش على مخرج وحل وارغب بان يكون دستوري او يلامس الدستوري وهو مخارج الصندوق لانه خلص الازمه عم نقول عنا استثنائيه وغير مسبوقه ما بتحليها بمخارج مسبوقه فيها. هل هي بديل عن الحوار؟ لا هي تعزيز لهذا الحوار لأنه في حزب الله وتيار ضلوا يتناقشوا ويتحاوروا وشكلوا لجنة وهم المؤشرات الإيجابية على أنه في احتمال نروح على انتخابات على سبيل المثال وهو عم يتناقش وعم يتفقوا في مؤسسة هي التي ستقرر هذا الاتفاق. نعم أنه اتفق حزب الله عم تقلي لا ما بيشبه بس أنا عم مش ما بيشبهه عم حس اللي عم تطرحه
بيشبه شوي اللي عم بصير. كيف؟ انه في حوار بين التيار وحزب الله، رجع راح التيار باتجاه القوى الثانية ممتاز للحديث عن نفس ممتاز النقاط ممتاز وجس النبض. يعني ممتاز. أنا شو انه هل أقول؟ ما يقال بالتصريحات انه نحن مع اتفاق الطائف هل ما زال قائم أحسنت، يعني؟ يا ليت التيار يقدم بجرأة عالية على حمل مشروع، مش مشروعي، هذا المشروع اللي هلأ ولد معنا نعم بالتفكير أنا وياك، يروح بجرأة عالية. أنا ما ك... أنا عادة بكتب وقت تولد فكرة، ما كتبت في هذا مش الموضوع. كاتبة يعني، هيدي لا سكوب من لا هذا هلأ البرنامج هلأ هلأ عظيم. أنه أنا يعني بعرف حالي عم واجه جمهور، بعرف أنه هول أهلنا وناسنا، بعرف أنه هن ملبكين، إذا أنا وأنت ومجالنا بنشتغل بالإعلام والفكر مشوشين ومش عارفين الحقيقة وين، فما صحيح. بالك الناس وشو عم ينشغل فيها. وبنفس الوقت حريص وحريص من جوات قلبي على هالبلد وعلى هالناس وعلى أهلنا وعلى ناسنا وإلى آخره، بالتالي بدي أحاول أفكر. صحيح. عرفت كيف؟ لان لي افكار بسياق النقاش تتولد الافكار، وهي نعم. فكره مثلا تولدت الان انه يا شباب بدل ما تعملوها بالتقسيط اعملوها بالجمله. بدل ما تعملوها بالتقسيط وتنتظروا لبين ما تعطوا نتائج وبعدين بدكم تروحوا على البرلمان، اخي خذها قدوميا. خذ يعني دغري. ربما هذا الطرح قد يفاجئ يعني الدول الخارجية اللي عم تحاول تحل، انه يطلع او اللي عم الحل تحاول تعطل. اي اكيد بالتزامن عم بكون في هيك لانه مجرد ان تسلمي امرك، وهذه وحده من الارتكابات الخطيره والخطا الجوهري اللي عملته المنظومه بكل تياراتها، تمام، نستثني حدا، انه بتستنى لودريان واللجنه الخماسيه وشو قالت قطر، واذا السفير السعودي ضحك وهو عم يسلم على ازعور ولا كان عيب، بس اذا بلد ناس عم تجوع، مدارس زاب، موسمنا الدراسي تأجل، عرفت كيف؟ ما بعرف كم أسبوع عنا قطاعات ما في حالة دمار هائل. طب إذا أنتوا على 20% أو 30% مأمنين حالكم ومعكم مصاري وعندكم دولار، وجزء من الناس عندها مين يحولها من برا 100 دولار و200 دولار وقلصت حاجاتها، بس في بس بلد في للمفارقة شعب. يعني، أنا بس تعليقا على كلامك يا دكتور، إنه منتظرين الفرنسي هالمرة القوى المسيحية يعني هي ما منتظرة تنتقد حدا، اليوم لا الأداء منتظرة التركي، الفرنسي ويعني لا منتظرة التركي تعول. والقطري، منتظرة الأمريكاني. مش ما عم نحكي نحن إنه الكل، لا لا الكل لا إنه كله بيعتبر إنه اليوم فرنسا ما عم تقوم بالأداء المضبوط لا خصوصي بالزيارات لا، السابقة، لأنه ربما كان عندها مبادرة من تتناقض طلب، مع من يطلب التدخلات الخارجية؟ من يترقب التدخلات الخارجية؟ بس من مش بالضرورة ينتظر من فرنسا. الإشارات الخارجية؟ فرنسا أو غير فرنسا؟ من؟ طب ليش بدنا نرهن حالنا ومستقبلنا؟ وبعدين مين قال لكم إنه الخارج؟ أنا مثلا كتبت عنه من 17 سنة، قلت أول مرة بتاريخ لبنان من 5000 سنة أو من 100 سنة، يعني حسب، لأن في لبناني بيعتبره من 5 وفي لبناني بيعتبره مع ساكس بيكون 100 سنة. لأول مرة إذا قرأنا بالتوازنات الإقليمية والدولية خاصة الفاعلة في لبنان بيطلع معنا النتيجة صفرية توازنهم. ولأول مرة وما زالت توازنات الطبقة السياسية أيضا صفرية، صفرية، مش قادرين يعملوا صحيح. صفقة لحتى يطلعونا من الأزمة. إذا هي فرصة ذهبية تاريخية غير مسبوقة للبنانيين لأزمة غير مسبوقة مثل ما وصفت. وللبنانيين الغير مسبوقين بالذكاء والحربقة، مش هيك نحن كان حالنا، أكيد أن ينتجوا هاي حلا من لبنانيا المسلمات. إبداعيا بخواص لبنانية ويفرضوه على الجميع. بس وين أنت؟ على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ هيك حضرتك قلتها. بنكمل يلا حديثنا دكتور بعد هذا الفاصل الأخير، خليكم معنا. مشاهدينا مكملين معكم ببرنامج نبض بيروت، رح يكون معنا مباشرة عبر تطبيق زوم الدكتور سرحان سرحان مسؤول العلاقات السياسية بحركة فتح. يعطيك العافية دكتور. أهلا مرحبا، يسعد مساك. أهلا وسهلا. نحن بدنا نطلع من حضرتك لو سمحت على يعني آخر التطورات اللي توصلتوا لها بمخيم عين الحلوة، واللي أدى إلى وقف إطلاق النار والهدنة المستقرة حتى اللحظة. شو صار وما هي تداعيات يعني ما حصل طبعا بالمخيم؟ يعني بداية نعتذر من
من إخوتنا اللبنانيين من أهل صيدا والجوار، ومن شعبنا الفلسطيني اللي مشرد الآن في مدارس صيدا ومساجدها وشوارعها. أختنا الكريمة، يعني حتى الآن منذ الأمس الساعة 6 مساء حسب الاتفاق اللي حصل على أنه يكون هناك وقف لإطلاق النار، لم يخرق أحدا ولو بعض الشغلات هيك صارت، ولكن هناك طبعا التزام بوقف إطلاق النار وتثبيت لإطلاق النار. الآن هناك طبعا بعض الخطوات التي يجب أن تتخذ بعد ذلك، هي تشكيل طبعا وقف إطلاق النار، عودة النازحين إلى منازلهم، والبدء بترميم منازلهم والبنية التحتية للمخيم لكي يستطيع هذا اللي غادر منزله وإجا رجع للأسف الشديد أصيب من هنا أو من هناك. ولكن هناك اتفاق على أن يكون طبعا بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا واضح بأنه في التزام من طبعا إحنا كحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، كان في هناك تعميم صارم بالالتزام بوقف إطلاق النار. اثنين، يجب العمل وبالسرعة الممكنة لهذا البند الثاني طبعا، لتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة من كافة الفصائل الفلسطينية للعمل على تنفيذ البند الثالث، وهو تسليم القتلي الذين قتلوا اللواء العرموشي ورفاقه إلى القضاء اللبناني. إذا من هنا نحن خطوة خطوة من أجل أن يكون هناك تنفيذ لما اتفق عليه مع بكل الاجتماعات التي حصلت من رئيس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئيس المجلس النواب الرئيس نبيه بري، مع كل الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأمن العام ومخابرات الجيش وقائد الجيش، على تنفيذ كل ما اتفق عليه بند بند. ولكن نتمنى بأن لا يكون هناك تعطيل لتنفيذ هذه من بعض القوى التي للأسف الشديد كانت تعطل ما كنا نتفق عليه حتى سابقا، يعني حتى الآن. طب ما هي الضمانات اللي يعني قدمتموها لعدم تكرار ما يحصل؟ تفضلت حضرتك بالبداية بالاعتذار، يعني أكيد ما بعرف هذا الشيء بيرجع لأهالي المنطقة وكمان لبنان كله وبسيادته بشكل عام هو متضرر، وطبعا الأخوة الفلسطينية يعني أهالي المخيمات للأسف اللي خرجوا، واليوم ما بنعرف كمان بعودتهم إذا رح يتأمنوا التعويضات اللازمة. ولكن السؤال الجوهري، ما هي الضمانات اليوم لعدم تكرار ما حصل بعد تسليم أو تنفيذ البند الثالث اللي تفضلت عنه حكيت عنه؟ أختنا العزيزة، هناك من أعطى ضمانات للرئيس نبيه بري، من كان من على علاقة بهؤلاء الإسلاميين المتأسلمين القتلة الإرهابيين، أعطى ضمانات للرئيس نبيه بري. وأيضا كان في هناك دعوة من اللواء البيسري مدير الأمن العام مسؤول حماس القادم من الخارج من قطر، لكي يكون هناك ضمانات للأجل الضغط على هذه المجموعات الإرهابية التي كان مخططها، هو كان مخطط هذه المجموعات الاستيلاء والاستيلاء على مخيم عين الحلوي والانطلاق منه لعمل عمليات إرهابية أخرى في كل لبنان. نحن في فتح وفي منظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني الذي صمد أيضا، هناك عناصر دافعت عن المخيم ليس لها أي انتماء سياسي، عندها بندقية وعندها بارودي خاصة فيها، دافعوا عن المخيم أيضا ضد هؤلاء القتلة المجرمين. إذن هذه المجموعات كانت تريد أن يكون مخيم عين الحلوي منطلق لعمليات إرهابية ضد أبناء شعبنا الشعب اللبناني
في كافة المناطق اللبنانية. طب ما هو حل هذه الجماعات اللي وصفتها الإرهابية المتأسلمة المرتزقة يلي هي من غير نسيج هذا المخيم ربما؟ يعني ما هو الحل اليوم؟ اليوم بتعتبروا أنه الحل السياسي هذا يعني اللي حصل هو الحل، أم هناك تسوية ما لخروج من المخيم ومن لبنان بشكل عام؟ أختنا العزيزة، يجب اعتقال هؤلاء المجرمين، هم محكومون لدى القضاء اللبناني، هم من قتلوا عناصر من الجيش اللبناني بالماضي، هم ما عملوا عمليات إرهابية في مناطق عدة، مناطق إن كانت في بيروت أو في غير بيروت، مناطق ما تأخذينا يعني ولا شيعة ولا مسيحيين، قد جيء بهم من العراق ومن سوريا ومن إدلب ومن حلب إلى لبنان من أجل أن يكون هناك في هدف لإسقاط لبنان، لأنه باقي لبنان بعد قالوا أنه أسقطوا لبنان بثلاث مراحل، ما زال المرحلة الرابعة الأخيرة، وأسقطوه اقتصاديا وأسقطوه اجتماعيا للأسف الشديد، وأسقطوا الليرة، وهلأ بدهم الإسقاطات، السقوط الأمني، واللي أرادوا منه أن يكون هذا السقوط الأمني ينطلق من عين الحلوة، ولكن زي ما قلت أنا سابقا على محطات أخرى، فشروا، لأنه إحنا كفتح ومنظمة التحرير الفلسطيني نحافظ على أمن لبنان كما نحافظ على أمننا الشخصي وأمن مخيماتنا، ولم يكون مخيماتنا منطلق لأي عمل إرهابي ضد إخوتنا اللبنانيين، ولم نكون خنجرا في خاصرة إخوتنا اللبنانيين اللي صار لهم محتضنيننا 75 سنة من اللجوء للأسف الشديد. من هنا يعني نحن نطمئن إخوتنا بأننا سنكون معا وسويا من أجل إعادة إعمار ما تدمر وما دمروه هؤلاء القتل الإرهابيين، إعادة إعمار يعني بالمساعدة مع المؤسسات الدولية والأنر ومنظمة التحرير، مؤسسات منظمة التحرير، من أجل ترميم مخيم عين الحلوة وترميم البنية التحتية ومساعدة أبناء شعبنا وحتى الجوار الذين تضرروا. من المفروض أن يكون هناك خطة لإعادة الترميم والإعمار. شكرا لك دكتور سرحان سرحان، مسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح، على هذه المداخلة. شكرا، نرجع نتشكره. دكتور، التعليق الأخير لحضرتك بنفس الموضوع، كلامك يعني كلام الدكتور أنعك يعني أنه هيك حلت معنا أكيد. مع احترام الشديد له، بحكي عن الكلام اللي انطرح فيه. أنا صراحة بهمني نقطة جوهرية وحيدة، حرصا على الشتات الفلسطيني، حرصا على المخيم، حرصا على القضية الفلسطينية، حرصا على السلاح الفلسطيني في لبنان. لا يجوز أن يتحول المخيم، والمفترض هو وسلاحه، منصة إسناد للانتفاضة المسلحة الجارية في الضفة الغربية وفلسطين 48، والتي ليس لها سبيل إلا تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وستحرر. دقيقة، وستحرر، هو المفترض منصة إسناد، هذه ستحرر بدها حلقة لحالها. فما بيصير على الإطلاق أنه يتحول المخيم إلى بؤرة لتخريب العلاقات اللبنانية الفلسطينية، لتدمير بيوت الفلسطينيين، لإشغال الإعلام عن إسناد الضفة الغربية وفلسطين 48 لازم ينحل وبصورة نهائية، ولازم تكون هذه آخر الجولات. هل يمكن ذلك؟ يمكن ذلك. كيف يمكن ذلك؟ مثل ما طلع اتصال من الأستاذ نبيه، أوقف إطلاق النار، وهذا يعني أنا هناك يعني كلمة الرئيس بر هي التي أوقفت، هناك إنذار لكل الأطراف أنه نحن الثنائي الشيعي، يعني نحن الدولة اللبنانية ما عاد فيها. ليه ما صار هذا الإنذار من قبل؟ صار يعني هذه الجولة الرابعة، كل شيء له ظروف، لكن يجب أن تكون آخر جولات حرب المخيمات.
أيا كانت الأطراف ما صار في المتحاربة وساطات وكانت مع دول أي خارجية، لأنه الأهداف. نحكي عن مخابرات أجنبية على هذه الأراضي مسألة هي تخص التي القضية الفلسطينية والفلسطينيين دفعت. وتخص الدولة اللبنانية وفتح والسلطة الفلسطينية التي هي يعني لها حضور ومعترف بها وهي المعنية في أمن المخيمات، لازم يلاقوا ديل ويخلصوا. ما بجوز يعني المخيم اليوم كان يتحول، قبل نحكي عن وإلا بده يصير فيه مثل مخيم نهر البارد، مثل مخيم اليرموك، وللأسف تكون المؤامرة على المخيم وبأيدي فلسطينية وتحت العلم الفلسطيني. يعني تحت غطاء وجود سلاح فلسطيني يلي له تاريخ بالمخيمات، وجوده له زمن، صار في سلاح كمان تكفيري يجب أن وإرهاب. ينتهي. يعني اليوم عندنا نحن اليوم في مشكلتين، شيء صح؟ في مشكلة خليني أقول لك شغلة مشان ما الإرهاب نتبنى، التكفيري أنا ما بدي أتبنى وأيضا حل ما بدي أتبنى السلاح وجهة بشكل نظر عام. واحدة. عندما جرى توقيع اتفاق القاهرة ب 69 واتفق أن يكون للمخيمات يعني شخصية أمنية مستقلة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، ولهذا شرع وجود السلاح، صار في اتفاق. الآن هناك سلطة فلسطينية يعترف بها لبنان، وهناك دولة لبنانية أقلها بمجلس وزراء، لا يعني في حالة عطالة، بس في يعني هي له الجهات صفة، المعنية بحل هذا السلاح. لازم تحتاج إلى عملية يعني خلينا نسميها مبضع جراح، يتفقوا اثنان ويشتغلوا المبضع ويخلصوا. بتحتاج الى عقلنا عالية جدا وضغوط، بتحتاج الى آلية لسحب هذه وإلى توقيت العناصر. نعم، دقيق، سحب هذه العناصر، لكن لا يجوز لا يجوز لا يجوز، هو استمرار طعن الوضع في مثل ما القضية الفلسطينية ومقتل القضية الفلسطينية ومقتل للعلاقات، هو كمين في وجه المقاومة التي تناصر القضية الفلسطينية والشعب نعم. والبيئة المتضررة، لازم نخلص منها. شكرا شكرا لك لك. دكتور مخيل عوض، الكاتب والباحث السياسي، على حضورك وعلى هذه الحلقة طبعا المليئة والغنية بالمعلومات والتحليل. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.